بالنسبة لي أنا فرحة كاملة، مش ترى فرحة الحقيقة. 7 سنين الجمعية تعاني، معناها مش نتغشوا على ماتش كما قلت أنت شكلي، معناها مزيد ما نقص حتى شيء من الميريت نتاعنا. الحقيقة عام كامل تعبنا باش وصلنا الجمعية للناسيونال، معناها زي ماتش قعد شكلي. مبروك على قفزة خواتنا، وإن شاء الله في الناسيونال نتقابلوا ترجع نعملوا الريفانش بتاعنا. الحمد لله والله كما قلت لك، معناها 7 سنين بعد على الرابطة الأولى، معناها ماهيش سهلة الحقيقة. تعبنا برشا من ربط الهوات الناسيونال دو، معناها برشا تعب، برشا ساكريفيس، برشا تضحيات. معناها توا باش نطلعوا الجمعية الناسيونال يلزمنا نخفوا لها ناس، كل خدمة يلزمها تكون دوبل. إن شاء الله بالريكروتمنت اللي باش يصيروا، إن شاء الله الجمعية بحول الله تقعد في بلاصتها الطبيعي. المرسى تحلي للشامبيونات سواء في الرابطة الأولى ولا في الكوب، معناها معروفة المرسى من قبل. إن شاء الله نحن هذيك الهدف نتاعنا الأول، اللي رجعوا تاريخ المرسى ورجعوا اسمها كما كان قبل إن شاء الله.